كما كتشوفوا اليوم هذا المنبر الاعلامي ديالكم كان غطى يعني المعتصم الاخير ديال النقابه المستقله للممرضه واجب قضيه الصحه، اللي هو عباره عن معتصم 48 دقيقه 48 ساعه لمده يومين، درناه كخطوه تنبيهيه وتحذيريه لهذه المديريه الجهويه انها تدخل وتستجب المطالب ديال الممرضين، المطالب ديالنا كممرضين واجب قضيه الصحه قبل ما تأزم الاوضاع وقبل ما تعقد الامور، ولكن ما كايناش استجابه، ما كاينش تحرك ايجابي، ما كاين حتى شي حاجه، هاد الناس ما كلفوش الانفس ديالهم عناء يعني النظر في المطالب التمريضيه باش يستجبوا لها، ولا عناء تنزيل النقاط المتفق عليها في المحاضر السابقه، يعني هذا هو الخيار اللي خلاو لينا، درنا معتصم 48 ساعه ما استجبوش، ها هو معتصم ديال 72 ساعه، وهذا المعتصم راه متزامن مع اضراب وطني على الصعيد الوطني، راه اضراب اللي هو ناجح جدا. وخاصه في جهه تشمسه اضراب ناجح لكافه الممرضين وتقنيه الصحه، وها هو المعتصم ديال الممرضين كذلك عبر النقابه المستقله للممرضين، عباره عن 72 ساعه لاجل المطالب التمريضيه وردا على سياسه ديال العبث والتخبط والاستهتار بالمطالب ديالنا كممرضين اللي كتنهجها المديريه الجويه للصحه والحمايه الاجتماعيه. ما يمكنش اننا في سنه 2024 ومقبلين على اصلاح اللي هو كبير جدا للقطاع الصحي، وباقي يحتج الممرض، وباقي يعتصم، وباقي يدير يعني احتجاجات. لاجل ماذا؟ لاجل مطالب اللي هي بسيطه جدا، وهذا هو الاشكال. مطالب اللي كتطلب اراده وجديه والشؤون يعني والمسؤوليه، هاد الناس ربما ما عندهمش هاد السمات، لذلك راه انا الاوان ان هاد المسؤولين يتدخلوا باش يحلوا المطالب ديال الممرضين ويستجبوا المطالب ديالنا، ولا راه الامور غتعقد. راه المعتصم ديال دابا كما كتشوفوا راه مفتوح على جميع الاحتمالات، وممكن تكون اضراب مفتوح، اضراب عن الطعام ان تم الاستمرار هاد السياسات هادي وتهميش الممرض والحقوق ديالو. الاعتصام ديالنا الجهوي اليوم جاء لعده اسباب، اولها تماطل المديريه الجهويه في تفعيل وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، هناك محاضر بالجمله اجتماعات درناها معها الى حدود ال 11 ديال الليل الى حدود التاسعه ليلا، ولكن دون تفعيل. فعلا كاين اجتماعات ولكن كتبقى اجتماعات صوريه، اجتماعات اللي الهدف منها هو الاجتماع من اجل الاجتماع، الاجتماع من اجل الصور فقط، كيبقى تنزيل المحاضر، كيبقى قيد التنفيذ مازال كنتسناوه لحد الان. المطالب ديالنا اللي درنا عليها هاد المحاضر واللي اجتمعنا عليها في اطار الحوار الاجتماعي كتبقى هي اللي على راسها التعويض عن الحراسه والخدمه الالزاميه، هناك التعويضات ديال الناس بقى حبيسه، كاينه صيغه متفق عليها الصيغه المنصفه اللي اتفقت الوزاره الوصيه على القطاع مع المركز ديال النقابيه على صيغه قانونيه منصفه اللي كنتسناو التنزيل ديالها، ولكن المديريه تتماطل في تنزيل هذه الصيغه رغم اعتراف الوزاره في حد ذاتها بقانونيتها، ورغم انها طالبت المديريات الجهويه بتطبيقها الا ان المديريه الجهويه لجهه سوس ماسه تتماطل في تنزيل هذه الصيغه. كاين المشكل الثاني اللي طالبنا به وهو التدريب، هناك فوضى عارمه في ميدان التدريب في المركز الاستشفائي الجامعي، في المركز الاستشفائي الجهوي الى دخلتي كيبانوا لك المتدربين ديال القطاع الخاص، هناك اكتساح، يجب تطبيق القانون، القانون تيقول لك ان الثلثين من المتدربين خصو يكونوا من المدارس ديال الدوله والثلث من مدارس القطاع الخاص، فلا يعقل ان كيكون اكتساح شامل المتدربين القطاع الخاص على حسب جوده التكوين ديال متدربي القطاع العام، فنحن نستنكر هذا التخبط العشوائي الذي يتخبط فيه المركز الاستشفائي الجهوي بصفته هو اللي قلتي هو اللي عندنا ديال كنديروا فيه التدريب السريريه، هو اللي كنديروا فيه لي ستاج. كيبقى المطلب الثالث اللي كان بين المطالب ديال المحاضر ديالنا ديال الحوار الاجتماعي اللي هو الافراج عن حركه انتقاليه استثنائيه تكون تستجيب لمعايير الشفافيه، حنا طالبنا بحركه استثنائيه جهويه يكون فيها استجابه للمعايير، تكون بالسكور كل واحد بالشفافيه، وينتقلوا منها الممرضين اللي جالسين في المداشر وفي الجبال مده سنوات، وكذلك الناس اللي كيتسناو معوض، الافراج عن الناس اللي كيتسناو معوض في البلايص ديالهم وهما في حركه انتقاليه، فباقي كيتسناو معوض الى حد الان، فلا يعقل ان ممرض تخرج 12 شهرا غيجي في حركه انتقاليه لمركز القرار وغيجي يشد بوست في المديريه الجهويه او لا بوست في السريس وغيولي ان جيستيونير، فلا يعقل واحد اللي ما بقاتك حتى
المهنه ديالو يلا 12 شهر غيجي وغيكون جيستيونير. حنا طالبنا بفتح هذه المناصب بكل شفافيه في حركه انتقاليه استثنائيه تكون بالسكور ويتباروا عليها بكل شفافيه الممرضين، ولكن كنتفاجئوا بان كل اشاك فوا كاين فساد عارم، كاين فساد ترتعوا فيه الاداره، ما كاينش تعامل بايجابيه مع الحوار الجاد، الحوار اللي كيتطلب شفافيه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.